Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Covid-19 salgını hızla yayılıyor. Burası Gazze Şeridi'nde bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi. Bu hastane Gazze'deki Covid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip. كويس هاي امورك بدات تتحسن. قلت لك نحن في مستشفى الصداقه التركي استقبلنا منذ بدايه كورونا في قطاع غزه منذ شهر ابريل 2020 حوالي 3500 نزيل او مريض مصاب بكورونا، وهذا المستشفى مشكورين الاخوه في تركيا قاموا بهذا الجهد. مستشفى كامل متكامل ساعدنا في استقبال حالات الكورونا والتخفيف عن أبناء شعبنا في الحصار، وكان له فضل الأكبر في استقبال حالات كورونا في قطاع غزة. وفي هذه المناسبة نوصل جزيل الشكر للقيادة التركية حكومة وشعبا وجميع أبناء الشعب التركي على ما قدموه لدعم الشعب الفلسطيني. وفي هذا المجال أدعو إخواننا في القيادة التركية الحكومة والشعب لمزيد من العطاء، مزيد من المساعدة، لأننا في هذا الوقت وفي ظل الحصار نحتاج الكثير من تجهيزات، لإضافة إلى مستشفى الصداقة التركي من تجهيزات طبية، من معدات، من كما ترون أجهزة لمساعدة مرضى كورونا المصابين في الحالات الحرجة. ويمكن أنتم ترون 9 إلى 10 حالات في غرفة واحدة من مرضى كورونا. تطلع معك، بالك هذه امورك كويسه وان شاء الله تتحسن وتطلع تمام.